بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مجددا في دورة مهارات النحو والصرف، ونستهلها بتطبيقات على ما سبق. مثلا على ما بيننا، هذه متي هنا في مزلق من مزالق النحو. من يستطيع أن يحاول أن أيوه بالضبط، حسن الجوار خير دليل على ما بيننا من روابط متينة راسخة. هذا أقترح التطبيق على مثل هذه النماذج بكثرة، لأنك لما تسأل وأيضا تستمع إلى الأخبار أو إلى شخص يتحدث باللغة الفصحى تحاول أن تبحث عن الأسباب، لماذا رفع، لماذا نصب. آخر صادقة هذه وخاصة مثلا، هذا اليوم أسمع برنامج وفيه بعض الأمور مثل هذه. شيخنا الكريم مشاعر. أيوة مشاعر، ما بها؟ إعرابها إعرابها بالأول. هم مبتدأ يحملون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه أمثال الخمسة، والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر، في نفوسهم جار ومجرور ومضاف مضاف إليه. ماذا يحملون؟ مشاعر. صفتها صادقة وخاصة، هم يحملون في نفوسهم مشاعر صادقة. تنتقل من مشاعر صادقة جرس غريب نوع غير متعود عليه، مشاعر صادقة مثلا، لا هي صادقة. سرت فيها مشيت مثلا، مشيت في صحراء قاحلة، أن هذا ممنوع من الصرف. مشكلة، هذا أكبر بعد في صحراء. أيضا من الأمور التي ربما الإنسان الذي لم يعتد على النطق باللغة معربة، مثلا لم يستطيع، لم أستطيع، ولا أستطع. طيب أنا سكنت لم أستطيع، أيوة هذه ساكنة وهذه ساكنة فتحذف لم أستطع، وفي القرآن لم يستطع، لم يستطع بعد في
لم أكون، لم يكون، هذه نفسها لم أكن، لم يكن، لم يكن الذين كفروا. ويكو هذه أيضا فيها، هذه تبحث في كان. طيب مثال آخر، وكلوا واشربوا، لا هذه غيرها، ولا تسرفوا. أمر وأمر، نهي، 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 نهي جازم، إيه نهي جازم. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، واشربوا مثلها، ولا تسرفوا، لا ناهية، تسرفون حذف النون، والواو فاعل. اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما يقول ابن جني. لما تتعامل مع اللغة ليس فقط النحو، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر ونهى، نهى عن الإسراف. يعني أنت لما تقول مثلا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل، وبعدين تجي عند الأكل وتسرف، يعني شيء غريب. تتعامل أصبحت نحويا لكن لم تتفكر في المعنى. يعني لاحظ القيمة في الآية الكريمة، ولا تسرفوا. يعني مرات تلاحظ مثلا زيت الزيتون مثلا يضعون، يعني يصبونه صبا ثم يرمى في القمامة في الزبالة. يعني أنت لاحظ الشخص الذي غرس الشجرة، وشجرة الزيتون عزيزة جدا ها، وتحتاج سنوات، 5 سنوات إلى أن تثمر، ويعصرونها ويضعونها وتوضع في قوارير وتحضر لك، ثم أنت تسكبها وترميها في، خصوصا إذا الأكل كان طبيعي، يعني مثلا مربى أو شيء طبيعي أو عسل، شيء متعوب عليه وفترة طويلة ويحتاج مثلا سنوات، ويحضرونه ويزرعون فترة طويلة وأنت تأخذ الأكل وترمي. شيء يعني مخجل، شوف الإسراف خصوصا في المطاعم ولا مكان فخم. يعني من اللباقة أني ما أكل الصحن كله إذا كان شوي، يعني على كل حال. طيب آية أخرى، سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا ماذا نفعل بها؟ أيكم أحسن عمل؟ لام فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، لام التعليل تسمى لام كي، لام كي يعني كأنه يقول لكي يبلوكم، منصوب علامة نصبة فتحة الظاهرة لأن الواو تظهر على الفتحة. إذا ذكرت هذا الشيء أنت نحوي ما شاء الله ممتاز، لكن إذا تفكرت في هذه الآية العظيمة وذكرت أن علة الخلق المذكورة ها الابتلاء، تتغير نظرتك للحياة. يعني أنت مبتلى، خلق الله، خلق الموت والحياة للابتلاء. فالنحو نافذة أو جسر للوصول إلى المعنى، وهذا المعنى هو اللي تتشبث به، أما النحو مجرد وسيلة ما يعني ولا شيء. فنحن ندرس النحو لنقف مثل هذه الوقفات، لا ندرس النحو ونقول والله أعرب ما تحته خط ناجح وإن شاء الله مشاطر، ما استفدنا شيء. لكن أن تتلبث وتتريث وتتأمل، هذا هو المطلوب.
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم ولا لا نبلوهم أم عبد الله أظن بسورة الكهف نبلوهم أيهم أحسن عملا الشاهد لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيضا لام 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 تعليل جعل الأرض وزينة لماذا الابتلاء إذن قضية الابتلاء هذه قضية مهمة وعلل مثل ما يقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله ركزوا عليها كثيرا لكن هذه ربما لا يركزون كثيرا يعني أو نحن قصرنا أو أنا شخصيا مثلا لكن هذه اللام أنتبه لها لماذا فعل كذا لماذا فعل لأن أحيانا يفعل الفعل لسبب معين لغاية معينة هذا موضوع آخر موضوع آخر طيب في شيء آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة ما وضع الشاهد من الدروس التي درسناها زين الناس يحبوا صح زيننا حب فاعل نائب فاعل وزين فعل مبني المجهول او بعدين نتكلم عنها مبني المجهول او مبني لما لم يسمى فاعله مبني للمفعول ممتاز انت اعربت يا اخ فايز ممتاز اعربت من احسن ما يمكن إذا أنا فعلت ذلك فبئس الطالب أنا إذا قلت فعل مبني للمجهول ونمت هذه مشكلة لا بد أن أتأمل لماذا بني الفعل للمجهول متى يبنى الفعل المجهول لماذا أبحث عن أسرار هذا الشيء جهدك ذاتك أنت فكرك يخلق مفكرا يخلق متأملا متدبرا أما هذا التلقين فعل مبني المجهول وانتهينا خلاص شاطر ما يخلق منك يخلق أنك متدرب على النحو فقط أما تتأمل المعاني لماذا ذكر طيب السؤال لماذا زين للناس لماذا لم يذكر لم يقول مثلا من ممكن يكون الفاعل من الذي زين ها رب العالمين من الذي خلقها إذن هذه قضية عميقة صح قضية عميقة جدا تتأمل فيها بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وضع هذا إذن لا هو وضع في أصل الخلقة هذا الشيء لكن تزيين العمل تمهيد له هذا من الشيطان وهذا شيء آخر تدخل فيه قضايا أخرى أعمق كثيرا صح أي نعم ولاحظوا يا سيدات ويا سادة أنه لما لم يذكر توسع المعنى صح؟ يعني أحيانا لما عدم الكلام يجعل الكلام أكثر ها؟ عفوا؟ يؤول أكثر يفتح آفاق رحبة يحمل أوجه أكثر وهذا من أسرار اللغة يعني عجيب أمر هذه اللغة أنها فيها بعض الأمور لا تقال تجعل القول أكثر مثلا ولا سوف يعطيك ربك فترضى أقول لك مثلا سوف يعطيك تقول ماذا ستعطيني صح ما ينفع أقول أعطى المدير طالبة وأسكت لا ماذا أعطى فلما لم يذكر حذف أصبح يعطيك الكوثر يعطيك الذكر الحسن يعطيك المقام المحمود يعطيك الشفاعة يعطيك أوسع عطاء لا متناهي أيضا مثل من هذا المقام زين للناس يحب الشهوات زين لم يذكر الفاعل صراحة
وبني الفعل للمفعول فأعطى آفاق أعمق في التأمل وفي التفكير وفي بحث عقدي وفلسفي ومتعلق بأمور عميقة جدا. طيب هل اللغة قادرة على أن تعبر عن كل ما يختلج في الصدور ويعن في الأذهان؟ ربما سؤال جواب دبلوماسي يا أخ عبد الله. هذا جواب ربما جواب دبلوماسي ما شاء الله ممتاز. أنت اشتغلت في وزارة خارجية ولا؟ إن شاء الله. لأن هذا ربما مفتوحة. اللغة هل تعبر؟ هل اللغة قادرة أن تعبر عن كل ما يختلج في النفس الإنسانية وفي العقل البشري؟ نعم ما يا سلام مثل ربما أخت ربما ما عفوا أي لغة أيا كانت هل تستطيع أي لغة أن تعبر عن كل مشاعر الإنسان وفكرة؟ في أشياء ما يستطيع نعبر عنها مثلا مرة تسوي حركة في هذه واحد يقول هذه معبر حركة هذه معبر عن أشياء عميقة مثلا أو شيء هذه الدمعة سبحان الله دمعة كأنها كلام كأنها يعني الإنسان ما يستطيع لا يعبر بالكلمة وإنما يعبر بالدمعة والدموع لأنها مشاعر ما أي اي لها معنى في اللغه بس انت هل تستطيع ان تعبر عن كل بالضبط كل شيء يختلف في الكلمه ما اعتقد يعني درجات بس اللغه تسع ذلك اللغه تعبر عن كثير من الاشياء التي لكن مرات انت تقول ما انا قادر اعبر شعورك الداخلي هذا شعورك ما تستطيع تعبر صح لما لا قدر الله صدمه او شيء او كذا ما تستطيع اي لا بشكل عام نحن نتكلم بشكل عام عن اللغة مهما كانت هي عامل مساعد وعميق معبر ومبين وكذا لكن ليس كل ما يمكن أن يشعر به الإنسان يستطيع أن يعبر عنه بدقة متناهية بالضبط كل شيء مشاعر يعني أعوذ بالله الألم الواحد لما يمرض ولا يشعر بألم يصبح عنده أنين الأنين هذا ها كأنه تعبير عن ألم معين ما يستطيع أن يعبر عنه باللغة صح؟ أي لما لا قدر الله يضرب شيء ما تقول أنها توجعني كثيرا تقول صح صراخ هذا صراخ ها صراخ لغة صح؟ أي هذا تعبير قرآني معبر عن هذا الشيء لكن أنا أقول لك أنا كبشر هل تستطيع أن تعبر عن كل شيء تماما ما حروف العلة ألف ويا أيوة ألف ويا أيوة ما لعين رابع أعمق في أشياء ثانية أكثر يعني على كل حال بعد ذلك انتقلنا إلى الفاعل إلى المرفوعات وذكرنا الفاعل الفاعل اسم مرفوع أسند إليه فعل وهذا الفعل قد يكون متحصل منه أو واقع منه أو ملتبس به مثل مريض وحضر وقد تكون الفاعل هذا المرفوع قد يكون مرفوع بعلامة رفع ظاهرة أو مقدرة وأصلية أو فرعية مثل جاء محمد جاء أخي فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهورها يا أستاذ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة تذكرها سألتيني سابقا جاء القاضي حضر أخوك يقول
السفهاء من الناس صح؟ وقد يكون ضميرا، إما ضمير ظاهر أو ضمير مستتر، مثل حضارة تو، تاء هذه فاعل، وذهبت، لا وذهب، حضر محمد ثم ذهب، ذهب فعل وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو. واضحة أعتقد أنتم يعني ما هذا يعني تطويل في هذا لا حاجة لنا فيه. تأنيث الآن مسائل متعلقة بالفاعل، تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث. في حالات يجوز الوجهان، ذكرناها نقولها باختصار الآن، هذه حالة طلع الشمس أو طلع الشمس، هذه أكثر وأشهر، هذه جائزة ليس خطأ. اثنان، هذا مؤنث مجازي، هذا مؤنث مجازي ظاهر، اسم ظاهر مؤنث مجازي، جمع تكسير مثلا، لا لا قبلها، أتى القاضية يقولون، هذا بن مالك، بنت الواقفي، بنت الواقفي، هذا مؤنث حقيقي لكن فصل بين الفعل والفاعل، فصل بين الفعل والفاعل فاصل، فهنا يجوز أتى القاضي وأتت، أتت القاضي بنت الواقفي، كتب الكتاب امرأة مثلا، وكتبت الكتاب امرأة. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا جاءك ما قال إذا جاءتك. وأي واحد عنده سؤال أو استفسار قبل المحاضرة إن شاء الله أنا أكون موجود نصف ساعة، وبعدها أكون موجود إن شاء الله حتى ننطلق لما تأخرنا كثيرا. هذا مرات يكون يجوز التأنيث والتذكير، هذا طريق وهذه طريق، هذا سبيل هذه سبيل، هذا موضوع آخر. ثلاثة، مبحث التأنيث والتذكير بحر، لكن احنا ناخذ الأهم شيء. إذا كان العامل الفعل يعني نعمة وبئس، بئس المرأة، أو خلنا نقول بئس نعمة أحسن، خلونا من بئس، نفس الشيء، المرأة خديجة مثلا، ونعمة المرأة خديجة صح. أربعة، إذا كان الفاعل جمع تكسير، أكتبها ولا أحسن، جمع تكسير، تكسير مثل قالت الأعراب، الأعراب، وقال نسوة صح، فهذا جائز وهذا جائز. جمع التصحيح أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلحت ما يجوز، والمؤنث الحقيقي قال فاطمة ما يصلح، قالت فاطمة. والمؤنث المجازي إذا عاد عليه ضمير، يعني ضمير يعود، الشمس طلعت، هذه تجب التأنيث خلاص، هكذا قال العلماء. أقرأ لكم نصا جميلا وقيما من كتاب التسهيل، التذييل والتكميل على شرح التسهيل لابن لأبي حيان، الكتاب لابن مالك، راح أكتب لكم الآن. هذا الفرق في إسناد الفعل، تأنيث الفعل وتذكيره بحسب الفاعل، يقول أبو حيان الأندلسي: وهذا الفرق بين المذكر والمؤنث في الإخبار لا يكون في أكثر الألسن، يعني أكثر الألسن لا يوجد فيه، لا يوجد فيها التفريق، قال محمد وقالت فاطمة، هذا الشيء التأنيث والتذكير غير موجود في كثير من الألسن كما يقول.
فلا يوجد ذلك في لسان الفرس، لاحظوا علماءنا، ولا لسان الترك، بل المذكر والمؤنث في ذلك سواء. طيب كيف يفرقونهم؟ كيف يفرقون ويتكلون على القرائن من غير دلالة لفظية على ذلك؟ مثل ما بالإنجليزية شيء مثلا ذهبت، شيء وانت، هي وانت، نفس الشيء صح؟ إيه. فهم كيف تعرف إنه مؤنث؟ أنت كيف تعرف إنه مذكر؟ من هي وشي صح؟ إذا مذكر نقول إذا 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 ذهب إلى باقتي، وإذا مؤنث إلى باقتي، نفس إلى باقتي أعتقد. لا نعرف، فما عندهم فرق، ما عندهم شيء، بس عندهم فرق في الوصف. بالفعل لا، بس بالوصف، بالوصف عندهم لا يختلفون. إيه نقول أبدا إلي بلان أبيض، إذا مؤنث إلي بلانش، إيه. وإذا بس إذا أحمر نفس الشيء، إذا أسود نفس الشيء، نواغ أصفر أسود إلى نواغ، تمر عليكم نواغ ولا غوج، غوج أحمر. لكن هم عندهم إيل للمذكر وإل للمؤنث. مثلا يقول إلى إتديان مذكر، إلى إتديانت مؤنث، والحمد لله ما حد يعرف فرنسي عشان أقعد أفتي على كيفي. لا بس هذه الوصف للوصف، بس الفعل لا، للفعل نفس الشيء. يضعون مثلا لو أنا حين مذكر جو سوي أيوة ني أنا ولدت، إذا مؤنث يحطون هذه، مع أنها النطق ما يتغير، نفس الشيء كتابي بس. والحمد لله أنا ما حد يعرف فرنسي، قلت غلط. لا صح، إن شاء الله صح. الفارسية، في أحد يعرف فارسي؟ مثل ما ذكر أبو حيان يقول ليس، لا يوجد في الفارسية. هل يوجد في الفارسية في واحد يعرف فارسية؟ تعرف ما أحد يعرف فارسية؟ ها؟ طيب خلاص. طيب أبو حيان يقول ويتكلون على القرآن غير ذلك، وهذا من أحسن ما يعتذر به عن التذكير في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. خلينا نشوف فلما رأى الشمس. هل أعيد كلام أبي حيان؟ أعيده. أبو حيان يقول في لغات الأخرى في الألسن المختلفة لا يوجد مثل هذا التفريق بين التذكير والتأنيث. ثم ويتكلون على القرائن من غير دلالة لفظية على ذلك، وهذا من أحسن ما يعتذر به عن التذكير في قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فأشار بلفظ المذكر لأنه حكى قول إبراهيم ولم يكن في لسانه فرق بين المذكر والمؤنث. من الذي في لسانه، من الذي في لسانه لا فرق بين المذكر والمؤنث؟ إبراهيم، كما يقول أبو حيان.
فحكى قوله على لغته والله أعلم. طيب وين المؤنث والمذكر؟ وين بازغة مو مؤنث؟ هذا ما قال هذه ربي، قال هذا ربي. وعلى فكرة بالفرنسية الشمس مذكر واللو سولي، والقمر مؤنث لالين، لا للمؤنث واللو للمذكر. غريبة. إذن هذا قول أبي حيان يقول وقد وافق. لاحظوا العلماء يقارنون معرفة اللغات شيء مساعد مهم جدا للإنسان كثقافة. يا أخي حتى أنا أستغرب حتى بالدين، مو هذه مو نحن أمة خرجت للناس صح ندعونا، ألسنا آخر الأمم؟ أليس القرآن هو للناس كافة، رسولنا للناس كافة؟ طيب كيف راح نبلغ الناس الثانية وإحنا ما نعرف لغات؟ مثلا الشريعة، كلية الشريعة يدرسون الدين صح؟ أنا نعرف الدين، مصليين الحمد لله مسميين وهذا، روحوا هدوا الناس الثانية، مفروض يدرسون لغات حتى يتواصلوا مع الآخرين. قد يكون فرض عليك يا أخي تدعو، كيف تدعو؟ تروح تدعو عمك وخوالك وعارفين مصليين ومسميين. لذلك يقال أن في تركيا قديما من شروط الإمام أن يكون عارف لغة ثانية ويعرف كذا ويعرف عنده ثقافة وله علاقة بالرياضيات وعلاقة بالفيزياء، بحيث يحاول الآن عصرنا عصر علم وتكنولوجيا وتطور. فمسؤولية عظمى، يعني الدين ليس مجرد قضايا، بالعكس مسؤولية كبيرة. مفروض يفترض أن الإنسان يتسلح بثقافة عالية جدا بحيث أن يتواصل مع الأمم الأخرى ويحاورهم ويناقشهم ويدعو بالتي هي أحسن ويجادلهم بالتي هي أحسن. يقول أبو حيان وقد وافق لسان الحبشة لسان العرب في إلحاق تاء التأنيث الفعل الماضي دلالة على المؤنث، فيقولون مثلا قالوا، لاحظوا الكلمة غريبة الفعل عندهم، محط بلسان من؟ الحبشة، محط بمعنى من يعرف معنى محط؟ احنا ها محطه صح ما مر عليكم؟ يقول بمعنى ضربة، غريبة والله. اي محطك ومحطه وما ادري ايش وكذا. قالوا محط في معنى ضربة، فإذا أسندوه إلى المؤنث قالوا محطت، وانتهى كلامه رحمه الله. هذا في كتاب اسمه التذييل والتكميل شرح التسهيل، التذييل والتكميل بشرح التسهيل. هذه الهاء طريقة هذا نكتبها غير لأبي حيان الأندلسي، في أبو حيان توحيدي لأبي حيان الأندلسي. التسهيل لابن مالك، وهذا شرحه من أهم وأعمق وأوسع كتب النحو للمتخصصين، يعني يعتبر مرجع مهم. طيب انتهينا الآن من التأنيث والتذكير، ننتقل إلى موضوع آخر، إشارة عابرة بعجالة. أحياناً قد يتقدم المفعول به على الفاعل، ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر فاعل، فاعل جاء النذر آل فرعون، فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا. هذا موضوع آخر، نفس الشيء بس هذا لأنه مرتبط فيه ضمير ما ندخل فيه ما نخلص. إياك نعبد وإياك نستعين، مثال واضح غير خارج عن الموضوع. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد.
الأصل فعل فاعل مفعول به، إذا خرج عن الأصل تأتي هنا أسرار البلاغة. لماذا إياك نعبد أسلوب قاصر؟ تدرس في البلاغة هذه، واضح؟ فدائما نضبط القاعدة، قد تتغير القاعدة لاعتبارات أخرى، تبحث وتدرس في تخصصات أخرى في البلاغة. في إياك نعبد، ما ينفع إذا قدمت تقول إياك نعبد ونعبد فلان، ما ينفع، خلاص أصبح أسلوب قصر، حصر، قصر العبادة على الله. ضرب موسى عيسى، من الذي ضرب الآخر؟ هنا يقولون إذا صار في اشتباه يقدم الفاعل ويتأخر. طيب في حالة عدم وجود، لماذا في اشتباه؟ لأن حركة الفاعل غير ظاهرة. ضرب موسى عيسى، لكن لو قلت ضرب زيد خالدا، ضرب أكل التفاحة الولد، واضح المعنى. لو قدمت التفاحة معروف أنها مفعول به، لكن لو ضرب موسى عيسى قد يكون في اشتباه، ما نعرف، فيقول يجب تقديم الفاعل. لكن أرضعت الصغرى الكبرى، أكيد واحدة اسمها فاطمة، واحدة فاطمة، واحدة كبيرة، واحدة طفلة صغيرة، أرضعت الصغرى الكبرى، أكيد الكبيرة هي التي أرضعت. خلاص انتهينا من الفاعل، ثم نأتي إلى نائب الفاعل. لماذا نتحدث عن نائب الفاعل؟ لأنه من المرفوعات. أنا أريد الآن أن أحدد موقع الكلمة، أنها في موقع الفاعل، في موقع النائب الفاعل، في موقع المبتدأ، هذا تكون مبتدأ، هنا تكون خبر، هنا تكون اسم كان، هنا خبر إن، تابع لمرفوع، هذه تصبح كلها مرفوعات حكمة. ثم أنظر إلى علامة الإعراب، مرفوع بالضمة، مرفوع بالواو، مرفوع بالألف، مثنى، وهكذا. نائب الفاعل أظن تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، لكن فقط لماذا عبر العلماء مثلا؟ للتسهيل، للتسهيل، يقولون مبني للمجهول، لكن ليس على كل حال. خلق الإنسان، خلق الإنسان، هذه لا نقول فعل مبني للمجهول، لم يذكر الفاعل للعلم به، فعل مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول، وهذا مفعول أصله مفعول ولم يسمى فاعله، هذا نائب فاعل، حكم إعرابي نائب فاعل. سرق المتاع، أو سرق أي شيء، سرق أصلها سرق اللص، الفاعل هذا هو، هذا الفاعل اللص، الفاعل لم نذكره، فناب عنه نائب الفعل وأخذ حكمه، وفي التذكير وفي التأنيث وفي الرفع وفي كل شيء. لكن بعض العلماء لا يعبرون بنائب فعل، يقول مفعول لم يسمى فاعله، يعني مفعول أصلا كان مفعول، خلق الله مثلا الإنسان مفعول، لكن لم يذكر فاعله، لم يسمى فاعله، واضحة؟ أيضا هذه من المواضع التي يحسن التلبث عندها، مثلا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان جهولا، صح ولا لا؟ إذا مسه الشر، في آيات بعد غيرها، وكان الإنسان عجولا، هلوعا، عفوا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه مثل هذه التعابير يعني أيضا عميقة جدا، في أن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، أصل خلقته ضعيف، ضعيف وجهول وهلوع، وبعد فيش خلق الإنسان في كبد، في معاناة مشقة،
وظلومة صح؟ وجهول ظلوم بعد مو ظالم، ظلوم وجهول. يعني يبقى طفل سبحان الله ما يفهم شيء، كأنه مجنون، ثم يبدأ يدرك نوعا ما، وقد يكبر وتقدم فيه السن وينسى كل اللي تعلمه، يكون عالم بالفيزياء ولا ما أدري بهذا. مركز على أخت فيزياء هذا، لأن يعني عندي ولدي يدرس فيزياء. يعني سبحان الله شخص أو طبيب سبحان الله يعتريه النقص. هذه الأمور النحو يعني ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة للفهم. وسبحان الله يعني معجون بهذا الشيء، بالجهل بالظلم. وكلما تعلمت شيء من العلم أدركت أنك جاهل، هذا فقط شيء، أنك فعلا جاهل، ما يمكن واحد يعرف كل شيء. واحد تخصص مثلا في الحسابات عنده معلومات ما نعرفها ولا نعرف عنها أي شيء، لو أتى وعطانا نبذة عنها كأننا يعني محو أمية يعني صفر. الله أكبر. ثم تحدثنا عن المبتدأ والخبر باعتبارهما من المرفوعات، مبتدأ وخبر، وذكرنا أن المبتدأ اسم، ولا نرجع للفاعل بس بعجالة، الفاعل ليس بالضرورة أن يكون اسما علما أو اسما صريحا، قد يكون مصدر، مصدر مثل سرني أن تبتسم، سرني أن تسلم، سرني سلامك، سرني أن تتصل، سرني اتصالك، فهذا الفاعل. المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر يعني في غاية السهولة، وسنمر على المبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها مرورا سريعا عابرا، نقرأها قراءة يسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف من حيث وقفنا وننتقل إلى المبتدأ والخبر لأنهما من المرفوعات. الفاعل المفعول الذي لما سمى فاعلها ونائب الفاعل الثاني، والمبتدأ والخبر أربعة. طيب خلنا يلا خلنا نسافر محمد نفسه سافر. هذا مبتدأ وهذا خبره، محمد مسافر، سافر محمد، هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية، كلكم تعرفون هذا. لكن السؤال، ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية بشكل عام؟ المبتدأ يسبق اسناد المبتدأ، الخبر المبتدأ فيه معنى الثبات بشكل عام، معنى الثبات والدوام. لكن سافر محمد وقع منه السفر مرة واحدة في الزمن الماضي. يسافر محمد أو محمد يسافر مبتدأ وجملة فعلية، قد يتكرر منه هذا الفعل محمد يسافر،
الآن نفس الأمر نفسه، محمد يسافر، مبتدأ خبر، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، مبتدأ وخبر، نوع الخبر جملة فعلية، نوع الخبر جملة فعلية، يعني تساوي فعل زائد فاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب ما الفرق في المعنى بين محمد مسافر ومحمد يسافر؟ محمد مسافر كان أصبح كأن هذا ملتبس به، محمد مسافر كأنه ثبات ودوام، كان صفة دائمة. محمد يسافر يقع منه السفر ويتكرر منه السفر، محمد سافر فعل ماضي وربما مرة واحدة. لذلك يعني يجدر بنا أن نتوقف أيضا عند الجمل الإسمية، مثلا محمد رسول الله مبتدأ وخبر ثابتة. أقول هذا أخي، هذا أبي، ولا تقول هذا يحدث أو يكون أو يصير أبي، ما خلاص ثابتة، علاقة دائمة متصلة ولا لا؟ واضح الفرق ها؟ هذا شيء فقط للتمييز بين الجملتين الاسمية والفعلية. عندنا نوع الخبر أو أقسام الخبر. مفرد غير مفرد، مفرد وغير المفرد جملة وشبه جملة. والجملة إما اسمية أو فعلية، هذه ذكرناها، جار ومجرور أو ظرف. اسمية محمد مثلا أبوه كريم، فعلية محمد سافر هو تصبح جملة، أو أبوه الأمر نفسه. جار مجرور محمد في المدرسة، مدرسة. ظرف الكتاب فوق الطاولة مثلا، طاولتي، ودائما الظرف الذي بعده مضاف إليه، دائما الظرف دائما يعرب، وكل وبعض والضمائر والظروف تحت وفوق وإلى غيره دائما بعدها مضاف إليه. المبتدأ والخبر فيها مباحث كثيرة جدا، نحن سندخل مباشرة على نواسخ المبتدأ والخبر. هناك عوامل تدخل على المبتدأ والخبر، سنمر، هذه سهلة يعني أعتقد أي طالب في المتوسطة مرت عليه ويعرفها يعني. وهي ثلاثة: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت وأخواتها. كان احفظ كان تعرف إن. كان ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر، وإن عكسها، وظننت تنصب الاثنين مفعول به أول مفعول به ثاني. كان وأخواتها يرفع المبتدأ وينصب الخبر،
الثاني عكس كان إن وأخواتها بالضبط. الأول كان وأخواتها كلها أفعال، إن وأخواتها كلها حروف، ظننت كلها أفعال، كان الجو صافيا، إن الله عزيز حكيم، ظننت الصديق أخا، كان معروفة تعرفونها، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منهم التصرف. هذه تقرونها قراءة أعتقد سهلة، ما أحتاج نذكر لها أمثلة ونقف عندها طويلة، ما تقرونها قراءة وتعرفونها. لكن في بعض الأمور نريد أن نقف عندها قليلا، أنها تعمل حتى وإن كانت متصرفة. مثلا ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون، يزالوا فعل، يزالون صح فعل مضارع مرفوع، الواو اسم زال، مختلفين خبر زال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سال، لن نبرح، لن أداة نصب مصدرية، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن، واسم نبرح ضمير مستتر تقدير نحن، وعاكفين خبرها. عندنا بعض هذه الأفعال يعمل بشرط مثل زال وانفك وفتئ وبرح، لا بد أن يتقدم عليها نفي أو استفهام أو نهي، أربعة أفعال سهلة، زال وانفك وفتئ وبرح. نذكر التي في القرآن الكريم الآية المشهورة، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني من شروط تفتأ وبرح وانفك وفتئ تقدم نفي أو استفهام أو نهي عليها. طيب الآية الكريمة يقدر النفي، تالله لا تفتأ تذكر يوسف، تفتأ فعل مضارع مرفوع والضمير هذا اسمها، وتذكر الجملة فعل والجملة في محل نصب خبرها، ويوسف مفعول به، واضحة معانيها. يعني ما مثلا كان يفيد اتصال الاسم، اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، لكن أحيانا يدل على الاستمرار، كان قد تدل على الماضي فقط، وأحيانا تدل على الاستمرار، وهذا يؤخذ من السياق. وكان ربك مثلا غفورا رحيما، مثلا وكان الله غفورا رحيما، كان وما وما زال، وكان ربك قديرا وما كان، وهكذا، وأصبح وأضحى في الصباح وفي الضحى، اتصاف الاسم بالخبر، أضحى الطالب نشيطا، أصبح الجو مكفهرا، ظل وجهه نسأل الله السلام العافية مسودا، مثلا بات محمد مسرورا، صار أذكرها الحين بعد شوية إن شاء الله أذكرها بعد قليل. وهذه الأمور التي أردت أن نقف عندها قليلا. بس عندنا صار أيضا، هذه الأفعال فيها دفقات شعورية، لما نقول مثلا صار الطين إبريقا، تعامل مع تحول، أصبح صار تحول إلى كذا، تصير إلى كذا. لكن لما تتعامل مع صار الولد شابا، صار
يعني مرات مشاعر فيها تتحمل مشاعر الصيرورة، التغير، التبدل الذي يعتري الإنسان تصبح معبرة كثيرة. في صرنا أقصار تعبانة والله مرت علي. يقول بقينا نخاف من الريح، صرنا أغصان تعبانة. شوف التشبيه، يقول بقينا نخاف من الريح، بقينا نخاف من الريح، صرنا أغصان تعبانة. شوف تحول واحد تقدم بالسن ولا شيء ولا أيا كان، يشبه نفسه بالأغصان التعبانة التي ربما يعتريها الريح وكذا يأثر عليه، يخاف من الريح. أغنية جميلة جدا لواحد اسمه كريم منصور، اسمه تعبنا، عنوانها تعبنا. ومرت عليكم ولا ما تعرفون الشعر والغناء الجميل اللي يعبر عن معاني واجتماعي يساعد في خدمة اللغة. يقول أحد العلماء، يعني ما أدري كلمة صحيحة ولا لا لكن مشهورة، يعني يقول لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. فالنكتة، الشعر الجميل يسهم في انتشار اللغات، صح ولا لا؟ لما في مسلسل جميل وكذا وهذا الناس يحاولون يتعلمون هذا، لما يكون في شيء يحاولون. قصر اللغة العربية تحديدا على الدين فقط يجعل هذه اللغة كهنوتية، تصبح مثل اللغة العبرية قديما ما يعرفونها إلا من حخامات وهذا لغة الدين، يقعدون يهزون رؤوسهم وطلاسم. لكن اللغة إذا أصبحت منتشرة وشائعة في الدين وفي الناطقين بها أيضا، شعراء وأدباء وروائيين ومسرحيين ويكتبون أشياء جميلة وهادفة، هذا وفي العلوم وفي غيرها وفي التعليق الرياضي وفي الأخبار وفي الحوارات تؤثر. يعني أولادنا يسمعون الأخبار المباريات كرة القدم بالتعليق الرياضي، بعضهم الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وإضافة، صح وأنت تلقى اللغة بدون حماس وبنشوة. لكن تعال، وأكبر واحد يفخر باللغة العربية والدين وكذا، لو أنت أتيت له بالشارع وقلت له حدثني ماذا حدث بالأمس، يضحك عليك، صح؟ ودعني أخبرك بنكتة، ما رأيك برجل منك؟ وهو هذا اللغة أفضل لغة، لغة القرآن ولا كذا إلا. بعدين يروح يتكلم مع الناس بالعامية. ولو ابنه جاء وتكلم مع سأحدثه أقراني باللغة العربية يا أبي، يقول أنت جنيتي ولدي يتكلم معنا، صح؟ ففي تناقض عندنا تناقض غريب. على كل حال، اللغة بالناطقين بها شعراً ونثراً وغناءاً ومسرحاً وأدباً وتعليق رياضي، بهكذا تنهض اللغة، لكن يكون هادفة. يعني أعتقد البابطين رحمه الله كتب قصائد مغناة، صح؟ وفي غيرها من الشعراء موجودة تكون جميلة وهادفة. أم كلثوم غنت دارنا دار يا موطن الأحرار، قصيدة وطنية من أجمل ما تسمع، ومن كلمات أحمد العدواني رحمة الله عليه، ومن أجمل ما يكون. بعد ذلك تصبح اللهجات تؤثر. نعود الآن، كان مرات تأتي، ما معنى ناقصة، فعال ناقصة؟ هذه أنها لا تكتفي بالفاعل فقط، وإنما تطلب المنصوب. ما يصلح أقول كان الجو وأسكت، كان الجو جميلا، بات الطالب مثلا مرهقا مثلا. إيه، لا تكتفي بالفاعل، تطلب المنصوب خبرها، تطلب الخبر. أحيانا تكون تامة، وإذا أصبحت تامة يصبح معناها حصل أو حدث. ما شاء الله، والله مستغرب منكم، عارفين كل شيء ما شاء الله. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى اليسرى، أي وإن حدث وإن حصل، هذا فاعل خلاص، هذه تامة ما تحتاج خبر.
خرجت من البيت، خرجت من البيت فكان المطر، فاعل مرفوع وخلاص انتهينا، هذه تامة ما تحتاج خبر. هل أنت تنتظرني أقول شيء؟ فكان المطر، يمكن واحد ينتظر يقول غزيرا ولا شيء، بس فكان المطر وإن كان ذو عسرة. إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة، تحصل فتنة بس، صح؟ وفساد عريض، يعني تكون فتنة، أي تكن فتنة. والله ما أدري عاد فتنة تكون فتنة، والله ما أدري تكون فتنة، تكون فتنة حاصل حق، تكن تحصل فتنة فاعل. كان هذه تامة تحتاج إلى فاعل فقط، شيل كان لا تذكر، كأنك عبر عنها بشيء آخر، قل تحصل حدث حصل تحصل فتنة يحصل كذا. لكن الحديث شاهد، يذكرون هذا الحديث شاهدا من شواهد كان التامة، لكن أيضا يستوقفك في شيء متعلق بالنحو نذكره يعني عرضا لأهميته. دائما الواو، واو العطف تقتضي المغايرة، قاعدة الواو واو العطف، إذا قلت جاء وزير سين ووزير كذا يقتضي أن هذا غير هذا، هناك شخصان. لكن أقول جاء وزير مثلا الداخلية ووزير الدفاع، كم شخص جاء؟ جاء اثنان، لكن هو هو، فتقول جاء وزير الداخلية وزير الدفاع بدون الواو، لأنه هو واحد مثل سابق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كان الواو تقتضي المغايرة. لاحظوا الآن في التعبير، من ترضون دينه وخلقه، كأن الدين شيء والخلق شيء آخر، يعني ممكن واحد يكون عنده دين ويسرق نعالك في المسجد يروح يصلي معه، صح؟ تروح تصلي في الحرم ولا تصلي في المسجد تدور نعالك ما تلقاهم، والآخر يصلي معك جماعة، فممكن ما تدري، يعني مو بالضرورة. فهذا التفريق فقط. قد يقول لك واحد أنت منين جبت الكلام؟ تقول هذه اللغة، نص الحديث من ترضون دينه وأمانته وخلقه، فكأن في هذا شيء وهذا. لكن غالبا اللي عنده دين يكون عنده أخلاق، لكن ليس بالضرورة أن يكون معه. بعدين موضوع مرتبط بالزواج، واحد سيكون معك طول العمر، قد يكون متدين لكن صعب في المعاملة في السلوك في كذا، مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في ناس عندهم أخلاق، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذن النحو يفتح لك آفاق لمعرفة النفس البشرية، لمعرفة حقائق اجتماعية، حقائق نفسية، حقائق فكرية. هذه كان، إن وجد إن حادث إن حصل، وإن حصل ذو عسرة. وذو نعربها كيف إعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو للأسماء الخمسة. وذو أيضا تشعر بالملاصقة، يعني كأنها لا تنفك عنه. قل هذا عالم، هذا كريم، وقل هذا ذو كرم، هذا ذو أخلاق، ذو عيال، كأن أصبح بينه وبين ما أضيف إلى ذو نسب ورحم، أصبحت يعني فيه التصاق به، أصبحت كأنها سجية فيه، وهذا هو بالضبط.
إن وأخواتها. إن عكس فعل ما عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه هذا معروف. لكن هناك أمر أريد أن نقف، إن عكس عمل كان، كان ماذا تفعل؟ ترى أيوة، إن عكسها ماذا تفعل؟ تنصب الاسم اسما لها وترفع الخبر خبرا. يحكى أن الكندي ذهب إلى عالم اسمه أبو العباس، أبو العباس اثنان، ثعلب ومبرد أو المبرد، قال له إني أجد في كلام العرب حشوا، أجد في كلام العرب حشوا. قال له أين هذا؟ قال يقولون زيد قائم، إن زيدا قائم، ويقولون إن زيدا لقائم. وهذه القصة التي تقال تذكر، ذكرت كثيرا في كتب الأدب، ومنها كتاب دلالة الإعجاز لعبد القاهر الجوزجاني. يقول زيد القائم، إن زيد القائم، إن زيد اللقائم، المعنى واحد وعبارات مختلفة، معنى واحد. طيب تكرار حشو. قال أول شيء نرجع لهذه، هذه يسمونها اللام المزحلقة، تسمى اللام المزحلقة. يقولون زيد، زيد قائم، مبتدأ وخبر. إذا أردت أن تؤكد تضع اللام، تقول لا، لام توكيد، حرف توكيد لا إعراب له، لا عمل له، لزيد قائم. اللام لام توكيد، زيد مبتدأ، قائم خبر، هذه اللام لام توكيد. إذا أردت أن تؤكد أكثر تضع إن. ماذا يحدث؟ إن هذه تطرد اللام وتزحلقها فتدخل على الخبر، إن زيدا لقائم. قد واحد يستغرب يقول طيب هذه اللام جارة، ما هي جارة، هذه اللام تسمى اللام المزحلقة، لا عمل لها، تفيد معنى التوكيد فقط. إن حرف توكيد ناصبة للاسم بعدها مبتدأ، اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة، لام لام المزحلقة، لام المزحلقة لا عملت في التوكيد بس. حلو اسمها مزحلقة. على فكرة النحو شوي فيه جفاف، وفي أشياء ممكن تكون يعني مساعدة. هذا الخبر، خبر إن مرفوع على مترفعه الضمة. طيب هذا ما الفرق بين التعبير؟ يقول لا، ما هو حشو، هذا زيد قائم تقول له لشخص خالي الذهن. أنا أتي الآن للأخ الكريم هذا، أقسم بالله العظيم والله إن خالد مسافر. يا أخي ما كذبتك أنا، ليش تحلف هذا؟ لكن أفرض أني قلت للسيدة هذه والله العظيم، أو زوجك مسافر، تقول لا زوجي كيف مسافر، جوازة عندي أنا خاشت بطاقة، لا رايح برا بعيد. فتقول لا، أقول والله إنه أكد لها. فإذا الخبر لخالي الذهن يختلف عن الشخص المتردد، يقول فعلا مسافر، إن زيدا مسافر. جرعة تأكيدية تقابل جرعة الشك عنده، أنكر قال لا مو صحيح.
تأكد له بزيادة، تضع له إن وتضع له اللام. فنوع خاطب الناس على قدر عقولهم وخاطبهم على قدر استيعابهم ومشاعرهم. وشخص ينكر، ومرات الإنسان يستشف إنك عندك شك. يعني واحد مثلا بيستأذن من المدير وحاس إن المدير راح يقول له والله إن عندي ظروف، والله إن كذا، يأكد له. ما هو ما أنكر ولا شيء، بس هو حاس عنده يعني نباهة، عنده سرعة بديهة. مرات تقرأ الشك بعين الشخص اللي يتكلم بدون ما يشك، صح؟ فهذه تختلف. في سورة ياسين يذكرونها دائما في البلاغة، قالوا إن أول شيء قالوا من حفظ القرآن شيخنا إن إليك، لا قبلها قالوا إن بما أرسلتم به، بعدين قالوا إن إليكم، أكدها في ثلاث مرة. من يقرأ الآية حفظها؟ أولها جوجل افتح أولها لا قبل يكذبوهم. أيوة أنكر، قالوا إن إليكم لمرسلون، صح؟ بس في قبلها كيف أعطوهم الخبر في البداية؟ أيوة لا أول شيء بالأول بدون إن أي هذه آخر شيء، آخر واحدة، لا قبلها. أيوة بالضبط، هذا أكد لأن ما أنزل الله وأنكروا الأولى بدون لام. أيوة يا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون، اكدها. وقبلها القوا الخبر مؤكدا دون هذا التهديد. ايوه بالضبط. فهذا من الشواهد المشهوره في البلاغه، توكيد الخبر. وايضا تبحث في القران الكريم مثلا وفي الشعر وفي غيره، لماذا يؤكد؟ ابحث عن السبعات. الخبر ممكن يكون يعني لا يوجد التأكيد ويلقى الخبر هكذا، مثلا أي آية نحن مرسلون إليكم، خلاص بدون تأكيد. لماذا أكدوا لهم؟ لأنهم أنكروا فأكدوا. وهكذا تبحث، قال لا تخاطبني في الذين كفروا، ظلموا، إنهم مغرقون، بدون لا أظن، بدون لا، إنهم مغرقون، ولا ما فيها لام، بدون لام، بدون لام، بدون لام. طيب هل نوح ينكر؟ يقول علماء البلاغة نوح أب مشفق، تشوفت نفسه لمعرفة ماذا سيحدث لهم. لا تخاطبني في الذين ظلموا، إنهم أكد، لأن حتى عنده هو تشوف ماذا سيحدث يا رب. فهذا التشوف قبل بتأكيد بحيث أنه خلاص من غير لام. أيوة. لأنه هو غير منكر، هو عنده فقط تردد ماذا سيحدث، هل الله كذا يحدث كذا. وهكذا في كل اللغة العربية فيه تأكيد، تبحث عن سبب التأكيد ولماذا أكد، لماذا فيها مراعاة لمقتضيات بلاغية وأسرار في البلاغة. ممكن بس هو أكد له قال إنهم مغرقون.
إنهم مغرقون. أكد له لأن نوح أي لا هو نوح هذا موضوع في البلاغة. بس يقول العلماء لماذا أكد له الخبر؟ ما هو المبتدأ والخبر؟ هم مغرقون وانتهينا. إنهم هذه إنه واسمها وخبر تفيد التوكيد. لماذا أكد؟ يعني أنا ما أجي أكد لك إلا لداعي من الدواعي التوكيد. إما عندك شيء من الترقب مو بالضرورة تكون منكر وكذا، مو بالضرورة يعني. على كل حال هذا موضوع يدرس في البلاغة. القصد أن إن لها معنى، معنى التوكيد. هل التوكيد أأتي وأكد على أي واحد؟ مثلا استدعاء ولي أمر، تروح حق الناظر وتقول السلام عليكم والله العظيم إني ولي أمر هذا الطالب، إني لولي وأمري هذا الطالب. يقول ما يا أخي ما في. لكن لو صار في اشتباه وكذا، ولدي والله ولدي، ها ممكن، ها لكن ما تجي واحد تأكد له تقول. على كل حال الموضوع يعني إنه وأنه أي هذه إن زيدا لقائم وممكن قسم والله إن كذا. هذا موضوع خاص في البلاغة، لكن نحن أشرنا إليه إشارة فقط لأننا تحدثنا عن إن تفيد التوكيد وعملها معناها تفيد التوكيد وتدخل على المبتدأ وعلى الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. أن وإن هما أو هي هو هي إياه، مثل ما قال سيبويه ظننت أن الزنبور أشهد له، فإذا هو هي ولا إذا هو إياها. هذه المناظرة بين سيبويه والكسائي يقول مات بعدها. على كل حال إن وأن هي لكن إن تكسر همزتها في مواضع، هذا أنتم تبحثون عنه. من أشهرها بعد قال ما في قال أني، قال إني عبد الله، قلت أو قال إن كذا، يخبر ما يقول قال أن دائما بعد وبعد القسم وبعد الاستئناف قال إني جاعل، وهكذا لها مواضع تبحثون عنها. كسر همزة إن لأن اللي يأتي بعد إن اللي بعد قال مقول القول يصبح في محل نصب، راح نأخذه بالفعل. قال فعل ماضي صح مبني على الفتح، من الفاعل؟ أنا صح. قال هو أو قلت مثلا، أين المفعول به؟ مقول القول، هذا كل الكلام في محل نصب مفعول. يعني مثلا في شاعر واحد من النحاة يضع لغزا يقول حاجيتكم جمع كرام النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها رقيتم للعلا. لغز يمزح مع الزملاء، يمزح مع أصدقاء نحاة جالسين مع بعض عندهم قهوة وشاي ومسولفون مع بعض، جبالة يقول لغز حاجيتكم جمع كرام النبلاء، يمدحهم المعربين مفردا وجملا، تعربون فراد وجمل، ما ألف بيت غير شطر، ألف بيت غير شطر نصبت منصوبة، ألف بيت إلا شطر منصوبة، بوتد مصطلح عند العروضيين، وأن الطالب كان يدرس عندي عروض. الوتد ما هو الوتد؟ خشف نسيت ولا؟ ها؟ في الخيمة عفوا؟ أنا أسأل ما معنى المصطلح؟ ايوه بالضبط، حركتين وسكون يا مفروق يا مجموع. طيب يلا من يجاوب وهديه له اي كتاب برا على حسابي. حاجيتكم جمع كرام النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر نصبت منصوبة بوتد،
سبب النصب العامل الوتد. رقيتهم للعلا يمدح يقول ادعوا له يدعوا لهم. والله انك تقراها واجد انت اخويا ابو غنام. وقال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك. من الذي قال؟ محمد فاعل، ابن مالك صفه احمد رب الله خير مالك. هذا كل الى اخر بيت بالالفيه مقول القول في محل نصب مفعول به. كل الالفيه الالف بيت هذه الا شطر الاول. فان اذا جاءت بعد القول تكسر لانها راح تكون في محل بعدين مقول القول. إن أيضا فيها كلام آخر. هذه إذا دخلت على إن ما إنما المؤمنون إخوة هذه إنه طيب وأنا اسمها ها كيف يكون اسم إنه منصوب مرفوع؟ أيوة ما لها اسم، هذا مبتدأ وهذا خبر. هذه كافة، هذه الماء كافة، وكفة عمل إن عن العمل وأصبح مبتدأ وخبر. إنما إلهكم إله واحد. إنما في آيات كثيرة إنما أنا ها؟ أي بس أي ممتاز. وأيضا تصبح تدخل على الأفعال عادي ما هي مشكلة، لكن إن ما تدخل على الفعل. إن يذهب خاصة بالأسماء، دخلت عليها ما كفتها عن العمل وألغت اختصاصها بالدخول على الأسماء، تدخل على فعل عادي. إنما يخشى الله، إنما أيوة بالضبط. لا الآن هذه إن حرف في توكيد غير ناصب، خلاص ما لها علاقة. وما هذه كافة. والبحث عن إنما ودلالاتها ومعانيها، إنما تدرس في دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجزاني الله يرحمه كتب مبحث عن إنما وفرق بينها وبين ما إلا مثلا أو لا، يعني أسلوب الاستثناء مثلا. ما شاعر إلا شوقي، ما أنا إلا شاعر، ما إنما أنا شاعر، إنما الشاعر أنا، وهكذا. لكن في شيء آخر، عفوا ليت ما مثلها. الآن نذكرها، نذكر لكم مثال، ندخل ذكرنا بالفاعل. الآن مثلا طالما، طالما مثلا قلما، في بعد كثرما، كثرما كثرما، طالما أوفيت بوعدك، قلما يخلف النبيل وعده. ماذا نفعل الآن؟ هذا فعل قل وطال فعل، وعندنا بعدها فعل يخلف. طال تريد فاعل، وقل تريد فاعل، وهذه تريد فاعل. قالوا هذه ما كفتها عن العمل، هذه خلاص وأصبح كأنها غير موجودة، خلاص فعل ملغي وأصبحت جملة جديدة، خلاص يسمونها كافة ومكفوفة. كافة ومكفوفة. إنما كافة ومكفوفة بالضبط. لكن بعض العلماء يعني مثل طال طالما
طال فعل ماضي، فعل ماض مكفوف عن العمل وانتهينا. إنما نفس الشيء، إن حرف توكيد ما ينصب ولا شيء، بس حرف توكيد وما كاف. عفوا؟ لا عنده، هذيك غير عندما غير. نحن نكتفي بهذا المثال عندنا. بعض العلماء قال الأفضل في هذه الحالة تعرب، يعرب المصدر هذا، يسبك بمصدر طالما قل إخلاف النبيل وعده، قل إخلاف النبيل وعده، ما ويخلف تنسبك بمصدر، مثل يسرني ما فعلت، يسرني فعلك، قلما تغيب عني مثلا، قل غيابك عني، وهكذا. فيقول يعرب فعل، يعرب فعلا ماضيا وتعرب ما مصدرية، والمصدر المنسبك من منها ومن صلتها لداخل عليها في محل رفع، في محل الفاعل، خلاص انتهى الفعل الماضي. كثر، كثر مثلا، كثر ما حمدت لك الوفاء، كثر حمدي لك الوفاء، قل إخلاف النبي لوعده، طال إيفاؤك بوعدك، وهكذا. خلاص. فإذا فكرة موضوعنا إنه وأخواتها، إنه وأنه ولكنه وكأنه وليت ولعل، هذه أمرها سهل، تنصب الاسم وترفع الخبر. من قضايا مبحث هذا المبحث إنما، إنما إذا جاءت عادي ترفع بعدها مرفوع مبتدأ، إنما المؤمنون، المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ونعوض عوض عن التنوين في اسم المفرد، وإخوة خبرها خبر، خبر خبر إن المؤمنين أخوة، بالضبط صحيح. إن آية في القرآن مثلا، إن إن هذه إنما، لا أي إن أبانا، إن أبانا لفي ضلال مبين، مثلا إن أباك حاضر، إن أباك كريم، إن المؤمنين والمؤمنات منصوب، كلها اسماء معطوف على منصوب، اسم منه منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طبعا لكن تفيد الاستدراك، كأن تفيد التشبيه، كأن الجارية بدر مثلا، وليت تفيد التمني، ليت الشباب يعود أو عائد. إن شاء الله في اللقاء القادم عندنا ظن وأخواتها أيضا، ظننت حسبت خلت علمت رأيت وجدت اتخذت، ظننت زيدا قائما، ظننت ظن فعل وفاء ماضي والتاء فاعل، وزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني، وخلاص وانتهينا. ظننت محمدا صديقا، حسبت المال نافعا، خلت الحديقة مثمرة، رأيت إبراهيم مفلحا. هذه القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر، ظننت وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا يعني جميعا، ويقال المبتدأ الأصل مفعول أول والخبر مفعول ثاني، أصبح خلاص مفعول أول مفعول ثاني، واضحة يعني. وجدت الإصلاح باب الخير، بس رأيت العلم نافعا، رؤية قلبية ليست بصرية،
أقول رأيت هذه تتعدى المفعول به واحد، أقول مثلا رأيت البدرة، أما رأيت الرؤية القلبية لا ما تعرب حال، لا تعرب مفعول به أول مفعول به ثاني. وطبعا معانيها واضحة، بعضها يفيد الترجيح ظننت وحسبت، بعضها يفيد اليقين رأيت علمت وجدت، وبعضها يفيد التصير والانتقال اتخذت إبراهيم مثلا خليلا مثلا. في شيء آخر بس على الفعل المضارع، تذكرت كان اعتبره واجب. علم أن سيكون منكم مرضى، صح؟ علم بالآية أولها، علم أن منكم مرضى، وآخر علم. أين في إشكال هني ولا ما في إشكال؟ علم أن سيكون منكم مرضى، ها؟ إيه؟ أين المشكلة؟ ما بها؟ عليها ضمة. طيب وإذا عليها ضمة؟ الناصبة، صح؟ عفوا، ليس عليها شدة؟ لا، هذيك تدخل على أسماء، هذه أن يذهب، هذه الناصبة أن تدخل على الفعل المضارع، مو أن الآن نتكلم، نتكلم عن أن، مو أن ناصبة. طيب كيف مرفوعة؟ هذه أي ليست أن الناصبة، هذه أن المخففة من الثقيلة يسمونها ضمير الشأن محذوف، علم أنه سيكون، فهذه أن مخففة من الثقيلة، ابحثوا عنها، مبحث طويل وعريض ويأخذ وقت، أنتم ما شاء الله عندكم عقول نيرة وأذكياء، لكن إذا الشاهد هذا تحفظه، إن بعد علم، إذا أتت أن ما تنصب، تسمى ضمير أن، هذه اسمها ضمير الشأن محذوف، أصلها أنه، خففت وحذفت، حذف ضميرها أنه، وهذه في محل رفع خبر فيما بعد، خلاص؟ لا مرفوعة، كيف القرآن مرفوعة، بس هذه ما هو أن الناصبة، هذه أنه لها اسم يسمونه ضمير الشأن محذوف دائما، الهاء المعنى الكلام، علم أنه، لكن يقول علم أن، خلاص؟ نبحث، تبحثون عنها في مثلا قطر نادى أو في غيرها، لكن الشاهد إذا مررت على آية، بيت شعر، أخبار، أي انتبه للإعراب، لماذا هذا مرفوع؟ لماذا؟ في البداية تتعب، ويمكن يستمر معك وقت طويل، اللغة ما يمكن في يوم وفي ليلة ولا في عشر سنتين ولا ثلاث، لكن الآن أفضل من أمس وغدا أفضل من اليوم وبعد أسبوعين وبعد شهر، فالإنسان يصبر ويتعود يسمع، لماذا كذا؟ علم إذا قرأ القرآن ما يقرأ ويهز رأسه بس، يأخذ أجر إن شاء الله حتى لو هز رأسه، لكن يفكر لماذا في توكيد، لماذا الفعل لم الفاعل لم يذكر، لماذا الفاعل ذكر مثلا الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قال أمرضني، أسند الفعل لنفسه، وهناك أسند غير وقع غير، مرات إذا في توكيد لماذا في توكيد، في توكيد زائد لماذا، في توكيد زائد في تقديم الفعل لماذا،
في فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى كذا، لماذا حذفت؟ وهكذا. وأيضا إدراك أصول النحو، قواعد النحو، مهما فعلت لو حضرنا يعني من يكون ما يمكن أحد يحط باللغة العربية ولا ينكر، حتى القدماء الأوائل تغيب عنهم أشياء. لكن النحو فعلا بدايته صعبة، خصوصا إدراك معرفة علامات الرافع، علامات النصب، علامات الجر، علامات الجزم بدايتها، لكن بعدين يكون سهل إن شاء الله. بس ما في شيء له قيمة سهل. أشكركم على هذا اللقاء ونلتقيكم غدا إن شاء الله.